السلام عليكم الاخوان. كما كتلاحظوا هنا ساحه ايش دران، ايش دران هذه الساحه الاخوان، هي واحد المعلمه كاينه فين زكان اللي كتمتاز بالحفلات والمهرجانات والسيرك ديال الاطفال وبارك جو، وفيها هذا المشروع ديال الناس اللي تفاهموا معهم على الفراشه. الله ييسر الامور حتى لهنا مزيان، دابا هنا مزيان جنب هذه الساحه. تبدا الاخوان، هذا هو الموقع اللي خاص يكون واجهه ديال مدينه زكان، وخاص يكون شي حاجه اللي يفتخروا بها مدينه والناس تاع مدينه زكان والضواحي ديالها. كنجيو هنا قدام هذه الساحه، هذه اش كنلقاو كارثه عظمى. انتما كتلاحظوا الاخوان، دخلنا عليكم بالله. علاش غادي نديروا واحد، نضحكوا على راسنا، علاش كنديروا على الاخرين؟ علاش باش ندير ساحه وما نقوماش؟ باش ندير ساحه وما نديرش استمراريه؟ باش ندير ساحه وندير مرائم وندير بارك للسيارات؟ باش ندير ساحه وما نديرش وما نجمعش هذا الزبل هذا؟ باش ندير ساحه وما نديرش فين يكون هذا الزبل هذا؟ كاع الناس ديال هاد السايس تاع عين زكر كيخوز الزبل ديالهم هنا. علاش؟ حيت الكاميون ما كيدوش فوقته، ولا ما عندوش تنسيق ولا تواصل مع الساكنه. انتم كتشوفوا الاخوان، شوف الزبل، شوف بالله عليكم الاخوان، الساحه ها هي، ها الزبل ها هو. يلا اعطوني تفسير لهذا الشيء. الناس ديال الوحده ها هي عندها عام سنة حلوه يا قد حلوه يا قد.